السلام عليكم، إن شاء الله راح نبلش الشرح موضوع السترينز في الـ 2D. السترينز هو موضوع سهل شوي ولكن بده شوي تركيز. خلينا نعرف مصطلح سترينز شو هو. هسه لو حكينا عندي هذا البادي، هذا البادي مثل ما بنعرف إنه في عليه فورسز بشكل عام. هاي الفورسز راح تسبب لي ستريسز، والستريس راح يسبب لي سترين. عشان انا راح نحكي عن علاقة كثير مهمة، ما بعرف اذا بهذا الفيديو او بالفيديو الجاي، بين الستريس والسترين. بس هسه بدنا نركز انه البادي اللي عندنا العادي هو ممكن نوعين. النوع الاول هو ريجيد، والنوع الثاني هو ديفورمابل. هسه اللي بصير عندي انه هذا الجسم لو كان في عندي لاين اليمنت هون A B، هذا اللاين اليمنت اذا انا سببت فورس وظل اللاين اليمنت طوله A B، فهو شو معناه؟ يعني اذا نفس الطول، ف يعني A B هسه زي A B بعد ما اثرت بالفورس، فهذا بكون نو سترين. نو سترين ما عليه سترين، ما عليه اي سترين. فهي بهاي الحالة شو مسميها؟ مسميه rigid body. أما لو هذا الطول أزاح زي هيك، كان بالأصل، أو خلينا نرسمه بشكل أحسن، كان هيك وصار هيك مثلا، يعني هاي A فتحة وهاي B فتحة، فبالتالي شو صار عندي هون؟ صار deformable body. deformable body. هسا بدنا نعرف شغلة كثير مهمة، انه الديسبليسمنت بشكل عام، في عندي ديسبليسمنت وفي عندي سترين. الديسبليسمنت اللي هي الإزاحة، اللي هي قديش، يعني شو الفرق بين وين كان وين كان صار، بده يكون عليه ثلاث إزاحات، واحدة باتجاه الإكس، واحدة باتجاه الواي، وواحدة باتجاه الزد، هيك اسمهم يو وفي W. هاي هي الإزاحات، الترانزيشن ديسبليسمنت. هذا إيش إذا كان يمين يسار و3D يعني. هسا إذا أنا بحكي عن الروتيشن، هذا الديسبليسمنت. الروتيشن اسمهم ثيتا إكس، ثيتا واي، ثيتا زد، يعني 3 روتيشنز. طيب هاي طبعا لكل بارتيكل، يعني لـ A، يعني مثلا كان عندي A B، ثيتا A، ثيتا B، ثيتا A، ثيتا A، ثيتا A، X، Y، Z، U، A، U، A، V، A، W، A، وهكذا وهكذا. طيب هسا بدنا نحكي انه اذا كانت ال U وال W وال V معطيات، او يعني قدرت اوجدهم، فبكون اسمه degree of freedom. degree of freedom in displacement degree of freedom. أما إذا كانت ال U بدلالة x y z، يعني هي يعني degree of freedom هي حالة خاصة من هذا الإشي، فهي بتكون اسمها displacement field. displacement field، وهذا إن شاء الله راح أشرح لكم كيف نوجده، سواء لل U أو لل V. ما بدنا نركز على ال W، بدنا نركز على ال W. هسا أول شغلة بدنا نحكي عنها اللي هي الستريين. الستريين في عنا 3 cases. الكيس الأول 1D strain. 1D strain، وهذا كثير سهل، كنا ناخذه أيام الجامعة، واللي هو لو كان عندي body معين عليه force قيمتها P، tension مثلا، فهذا الطول كان طوله L نوت، وصار طوله بعد الforce L مثلا، وهي المسافة هي دلتا، هي دلتا. فالدفليكشن، الدفليكشن هو L ناقص L نوت، يعني elongation. والسترين، السترين هو دلتا على L نوت، واللي هي L ناقص L نوت على L نوت. هذا هو السترين. هذا السترين بأي اتجاه؟ لو فرضنا انه هذا هو محور X، فهو اسمه سترين اكس، اسمه سترين اكس.
هسه ممكن انه الازاحه تكون اسمها يو يعني بدل دلتا. فبشكل عام السترين اكس راح يكون بالحاله هاي دي يو على دي اكس. يعني لو انا معي فانكشن يو اللي حكينا عنه displacement فيلد واشتقيته بالنسبه لاكس بقدر اطلع سترين للاكس. طيب هذا طبعا الحكي اذا كان عندي deformation منتظم يونيفورم. اذا ما كان يونيفورم بدي استعمل displacement فيلد. هذا سهل يعني مش مهم كثير يعني. طيب هسه نحكي عن ال 2D strain. 2D strains 2D strain كثير مهم. هسه ما راح اخوض باشتقاقاته الكثيرة يعني، راح احكي بشكل مبسط عنه وسريع، ولكن راح نركز على الاكزامبل تبعه. يعني الاكزامبل تبعه ان شاء الله راح يجي مثله بالامتحان، راح يجي زيه بالامتحان. طيب لو كان عندي البادي هاب البليت، طيب لو كان عندنا هاي البليت، كان عندنا هاي البليت وهاي البليت صار لها إزاحة بغض النظر. هسه في أكثر من حالة للإزاحة، ممكن مثلا هذا السايد يزيح لليمين زي هيك، يعني يطلع زي هيك يصير الشكل زي هيك. ممكن السايد لا مش هيك يصير عادي، ممكن كلهم يظلوا ثابتين مثلا. تلاقي هاي الزاوية صارت هون، صار زي هيك مثلا. طبعا يعني صار في عندي ازاحة اكس على واي بس لهاي. فعندي عدة ازاحات كثير. هسا خلينا ناخذ حالة عامة، ما اروح حالة عامة يعني الاربع جهات يتحركوا. فلو فرضنا انه الجسم صار بالشكل التالي، الجسم صار بالشكل التالي زي هيك. بس شو بصير احكي؟ بحكي هاي المسافة من هون لهون هي يو، هي يو هي الديسبيسمنت على الاكس. والمسافة هاي من هون لهون نفس النقطة لهون هي في، هي في. طيب هسا المسافة من هون لهون هي دي اكس، فاجباري النقطة هاي بدها تكون ازاحة يو كاحداثيات احنا بنحكي زائد، او مش احداثيات، ازاحة يو زائد بارشل يو على بارشل اكس في دي اكس. وبنفس الطريقة على الواي هي عبارة عن في، في بارشل في على بارشل واي دي واي. طيب هسه اللي بصير عندي بعد ما اعمل انه اخذ الفرق بين هذول انه فرق الازاحة، راح اوصل لنتيجة نهائية انه احنا سترين اكس، سترين على اكس هي بارشل يو على بارشل اكس. وبنفس الطريقة بنستنتج انه سترين واي نورمال سترين، طبعا هاي الرمز نورمال سترين، هو بارشل في على بارشل واي. تمام، مهم جدا هذا الشيء، مهم جدا. طيب هسا بدنا نحكي عن الشير سترين، بدنا نحكي عن هذا النورمال سترين. الشير سترين بيكون مائل بزوايا، يعني انه كان الشكل زي هيك وزي ما حكينا راح ينطعج مثلا زي هيك، او يعني اوكي هم محور اكس هم محور واي. يعني زي هيك مثلا انطاج، اعتبروه مستطيل يعني مشوها. فهاي الزاوية اسمها الفا اكس فروم لوكال تو جلوبال، وهاي الزاوية هي سالب الفا واي من اللوكال تو جلوبال. طيب هاي زي هيك وهاي زي هيك، فهي موجب لنا عكس أقارب الساعة وهي سالب لنا أقارب الساعة. بس ألفا واي أو سالب ألفا واي يعني كاسم هي عبارة عن ديو على دي واي. تقول لي كيف؟ ما هي زاوية، لازم تكون تان انفرس مثلا أو إلى آخره.
اها احنا في عندنا قاعدة اسمها السمول انجل ثيوري، كونه السترين وهي بحدث بزاوية صغيرة جدا، فبالتالي بصير عندي انه ثيتا هي نفسها تان ثيتا، وهي نفسها ساين ثيتا لانها بالراد يعني. بس احنا عندنا الشغل كله وين؟ بالراد. جرب على آلة حاسبة عوض طلع معك زي هيك. والفا اكس هي عبارة عن دي في بارشال في على القاعدة بارشال اكس بارشال اكس. بالتالي الشير سترين رمزه جاما. شير سترين اكس واي راح يكون هو عبارة عن الفا اكس سالب الفا واي، هي زائد سالب الفا واي، واللي هي عبارة عن بارشال في على بارشال اكس زائد بارشال يو على بارشال واي. فاحنا اذا جتنا مسألة بالامتحان وطلب مني اني احسب سترين، انسب طريقة بالنسبة لي اني اوجد الفانكشن في ويو، ومن خلالها راح اقدر احسب النورمال ستريس والنورمال سترين، النورمال سترين قصدي والشير سترين، سواء اكس ولا واي ولا الشير سترين اكس واي. طيب هذا الاشي اللي حكينا عنه هو قوانين السترين بشكل عام. طبعا ك3 دي سترين بنفس الطريقة، ولكن انه احنا بنزيد دبليو بالموضوع، بنزيد دبليو. هسا بدك تميز انه رمز جاما هو انجينيرنج سترين، انجينيرنج سترين، والرمز ابسلون هو عبارة عن تنسوريال سترين، تنسوريال سترين. بالتالي في علاقة بينهم في حالة الشير. العلاقة بتحكي لأنه التنسوريال سترين بيساوي نص الانجينيرنج سترين. يعني إذا هاي اكس واي، إذا أنا بدي نورمال اكس واي فهي عبارة عن شير اكس واي على 2. هاي العلاقة اللي عندي. طيب حكينا عن هذول. هسا في عندي ستريس او equation of compatibility، equation of compatibility. صراحة يعني انا ما بعرف هم ايش بالتفصيل، يعني شو الفايدة منهم، ولكن انا راح اكتبهم للاحتياط. في حالة بلين اكس واي وحالة 3D بتقدر تستنتجها استنتاج. بقول لي الـ equation of compatibility انه مشتقة الثانية لإبسلون إكس على إبسلون واي بيساوي، يعني في علاقة يعني، هي بارشل تكعيب ليو، يعني المشتقة الثالثة، بارشل دي إكس بارشل دي واي. طيب بارشل تربيع إبسلون واي على بارشل إكس تربيع بيساوي في، هي مشتقة معنى تكعيب التربيع مشتقة من مش هاي دي واي دي اكس تربيع، والشير جاما تربيع في قصدي بارشل تربيع المشتقة الثانية لجاما اكس واي على دي اكس دي واي تساوي المشتقة الثالثة ليو على دي اكس دي واي زائد، ما هو الشير سترين زائد في حدين، بارشل تكعيب لفي هاي تربيع طبعا على بارشل اكس بارشل واي تربيع. بس هاي هي الستريس كومباتيبلتي ايكويشن، الستريس كومباتيبلتي ايكويشن. طيب هسه بدنا نحكي عن الـ transformation of strains، الـ transformation of strain. طيب ما راح أدخل بأي اشتقاق، يعني أنا إذا بدي أضيع وقت للاشتقاق بقول لك هم اشتقاقهم بالتفصيل نفس اشتقاق الـ transformation of stresses، نفس الاشتقاق. فبالتالي إحنا عشان ما نغلب حالنا، الفكرة إنه لو رجعنا لقانون المرة الماضية تبع normal stress، فاحنا راح نوصل للعلاقة انه سترين اكس فتحة يساوي سترين اكس
بديش اكتب القانون العام، بدي اكتب القانون الاخير. ستريس اكس فتحة سترين اكس فتحة قصدي يساوي سترين اكس زائد سترين واي على 2 زائد سترين اكس ناقص سترين واي على 2 كامل في كوساين 2 ثيتا، مش لقينا المرة الماضية، زائد جاما اكس واي على 2. هذا الفرق، هناك كان شيل اكس واي، هون جاما اكس واي، لانه احنا بدنا نحكي عن انجينيرنج سترين. في ساين 2 ثيتا، في ساين 2 ثيتا ابسلون واي برايم تساوي بنفس الطريقة نفس القانون، وجاما اكس برايم واي برايم نفس القانون. يعني من الاخر، يعني من الاخر انه اذا احنا بدنا نحسب، اذا احنا بدنا نحسب ال نحسب الترانسفورميشن اوف سترين، بطبق قوانين الترانسفورميشن اوف ستريسز، ولكن ببدل بدل كل، يعني النورمال بقلب سترين، والجاما بقلب 2 سترين، او بما معناه انه السترين هو جاما على 2. فاحنا نخليه، او ليش عملنا هيك، الشير راح يقلب جاما على 2. بس هاي كل الفكرة. انا خلينا نرجع لكم على القوانين تاعون النورمال، نرجع لدرس المرة الماضية اللي هو transformation of stresses. transformation of stresses كان القانون التالي، اخر شيء وصلناه هذا. مثلا طب لو انا بدي نور للسترين، بقول هاي سترين 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 جاما 2، بس جاما اكس بار واي برايم سترين سترين جاما 2، نفس الشيء سترين 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 جاما 2. اهم شيء تركز على الجاما 2. هاي يلا نرجع القوانين، هون ترانسفورميشن اوف سترين، وهاي القوانين اللي عندنا، هذا الفرق. هاي بس انتوا لا تقلبوا حالكم بالشيء هذا، لا تقلبوا حالكم بالشيء هذا. وطبعا راح نعمل للمور سيركل هسه، راح نعمل للمور سيركل عشان نشرح الاشي، يعني عشان نشرح الاشي. طيب شرحنا احنا هيك قوانين الترانسفورميشن، شرحنا قوانين الترانسفورميشن. ظل علينا نحل مثال بسيط، على نحل مثال بسيط ونحكي، او راح نحل مثال، يعني مثال مور سيركل، وراح نحل مثال مهم على 2 دي سترين، وهو يعني متكرر نوعا ما، هو متكرر او يعني ممكن يجي زيه او بما معناه. وبدنا نحكي كمان عن العلاقه بين الستريس والسترين، راح نحكي عن العلاقه بين الستريس والسترين. طيب خلينا نيجي الاكزامبل التالي، بيقول لي يوزنج مور سيركل، يعني اجبرني بالمور سيركل، قال لي اوجد الستيت of strain associated with x prime y prime which makes angle theta تساوي 30 درجة counter clockwise with x y. يعني أول سؤال بدي أعوض transformation of stresses of strain، كان عندي هذا x وهذا y، صار عندي هذا x وهذا y، وهاي الزاوية كانت كلوك وايز 30. بس هاي كل الفكرة. طيب التعويض، هسه احنا نركز انه هو تعويض مباشر على القوانين، ولكن هو اجبرني بمور سيركل، اجبرني بمور سيركل. الفرع الثاني بده البرنسبل سترين اند دايركشن. طيب سهل بالنسبة للسترين اند دايركشن، حكينا عنها اللي بالنسبة للسترين اند دايركشن، نفس قانون هذيك بس بدل كل سيجما بصير سترين، نورمال سترين ماكسيموم شير سترين اند مينيموم اسوسييتد نورمال سترين. بده كمان قيمة الماكس سترين والمينيموم سترين اسوسييتد نورمال سترين، واضحة بنعرف عند الماكس شير يكون في عندي
ستريس افريج، ولكن كون سترين فهي سترين فهي سترين افريج واللي فوق على المور سيركل. طيب هسه الفرق الوحيد، الفرق الوحيد بين بيناتهم هو كالتالي، خلينا نكتب القوانين تاعونا. الستريين برينسيبل ماكس او مينيمم، سترين اكس زائد او ناقص يعني نفس القانون هذاك، بس بدل شير سترين قلنا جاما اكس، بدل شير ستريس جاما اكس واي على 2 تان 2 ثيتا برنسبل تساوي جاما اكس واي على سترين اكس سترين واي. لاحظ انه هناك كان في 2، ما هي 2 لانها كانت شير، هنا شير سترين بس، يعني هاي هي كل الفكرة. جاما 1 2 جاما 1 2 تساوي صفر، لازم تحطها بالامتحان. جاما 1 2 اللي هو جاما برنسبل، مش جاما برنسبل، جاما عند البرنسبل ستريس، هاي لازم تحطها بالامتحان، لازم تيجي تكتب بس جاما 1 2 تساوي صفر. طبعا جاما ماكسيمم مينيمم سترين 1 2 هاي لازم تكتبها، وبالستريس نفس الشيء. طيب مور سيركل تكون بالشكل التالي، نرسم منحنى الاسترين ومنحنى الجامع على 2، هناك كان نورمال ستريس وشير ستريس، هون نرسم سترين وجامع على 2. طيب المعطيات، ما كتبنا المعطيات، كان المعطيات عندي سترين اكس 510 مايكرون، ومايكرون هنا 10^6، كان 60 مايكرون. طيب هسا الرسم، الرسم زي ما تعلمنا سابقا انه طبعا هون جاما في 10^6 في 10^6، هون ضرب 10^6 اللي هو المنحنى تبعي، المنحنى تبعي. يعني انا بدي ارسم 510 120 260، ما راح ارسم الارقام الصغيرة جدا. طيب اول شغلة نحدد نقطتين، النقطة الاولى سترين سالب شير سترين، بدي احط 510 سالب 260 يعني هون، والنقطة الثانية 120 و260 يعني هون، بوصل بينهم. طلعت معي زي هيك. طيب هات شو بسوي، بحسب طبيعي من هون لهون الافرج اللي هي راح تكون 510 زائد 120 على 2، راح تطلع معي الافرج صراحة مش حاسب، 315 اللي 510 و120 630 315. هسه النقطة هاي بدها تكون عندي من هون لهون 510، بطرح منها الافرج 510 ناقص افرج تساوي حاسبة تطلع مع 195، تطلع 195 او بطبق القانون التالي. وهاي هي نفسها، هاي جاما على 2، ركزوا هاي هذا منحنى الجاما مع 2، فاذا هاي 260 هاي 130، ركزوا بالاشي هذا، ركزوا بالاشي هذا. طيب هاي 2 ثيتا بي، ف 2 ثيتا بي تساوي تان انفرس 130 على 195، فبتطلع معي 33.7، بتطلع 2 ثيتا بي 33.7، فثيتا بي برنسيبال دايركشن بتطلع 16.84 او بزيد لها 90 او 106، هاي ثيتا بي 1 ثيتا بي 2. طيب الار يساوي الجذر التربيعي
ل 195 تربيع زائد 130 تربيع، مور سيركل طبيعي. بيطلع 234 تقريبا، هي 234.36، ولكن احنا بنمشي ارقام صحيحة. طبعا الوحدات مايكرون، ضروري تكتب الوحدات، 234 مايكرون. فبالتالي القيمة هاي هي 315 ناقص 234، وهاي 315 زائد 234. فهذول هم عبارة عن الماكسيموم ستريسز والماكسيموم سترين، اللي هم راح يطلعوا 315 زائد 234 اللي 549، وهاي راح تكون عبارة عن 1.8، 1.8 كله بالموجب. هيك وجدنا النورمال ستريس سترين 1، وجدنا سترين 2. جاما 1 2 تساوي صفر، السترين هون ايش؟ شيل سترين صفر. طيب هذا كان عبارة عن الفرع الثاني اللي هو برنسبل سترين، برنسبل دايركشن. طيب الفرع الأول بده عن زاوية 30، طيب كونه طالب عن زاوية 30 عكس عقارب الساعة، يعني راح أطلع 60 بدون ما استعمل قوانين. هو قال لي يوزنج مور سيركل، يعني هاي الزاوية 60، فبالتالي أنا بهمني بس هاي الزاوية الصغيرة اللي هي 60 ناقص 2 ثيتا بي، واللي بتطلع 26.3. اللي حضر فيديو المور سيركل الأولاني بيعرف شو بدنا نشتغل. هاي سترين اكس بار، واي سترين واي بار، والارتفاع هو ايش؟ شيء جاما اكس بار واي بار على 2. يلا نرسم الاشي الاخير. انا اصل معي زي هيك، هاي الزاوية 26.3، وهذا الضلع ار اللي هو 234. فالاحداثي هذا 234 ساين ثيتا، هذا شو بيساوي؟ بيساوي جاما اكس بار واي بار على 2، لانه المنحنى هو جاما اكس بار واي بار على 2. فجاما اكس بار واي بار بده يساوي 2 ضرب 234 ضرب ساين 26.3، فراح يطلع معي 207. ولكن طلع معي 207، ركز على المنحنى، المنحنى عندي هذا جاما اكس بار اكس واي على 2، طلع معي هون، طلع معي هون. شين طلع معي هون؟ يعني سالب. احنا بنرسم على احداثي انه هذا هو الموجب وهذا هو السالب، فبالتالي هو سالب. ليش سالب؟ لانه فوق. ركزوا على الشيء هذا. طيب ستريس اكس بار راح تكون هي عبارة عن الافريج زائد، لانه هون اليمين جاي، الار في كوساين الزاوية. هاي الزاوية، الزاوية طلعتها بعد الطرح، ستريس سترين واي اللي يكون ستريس افريج ناقص ار كوساين الزاوية. طيب طلعنا كل هذول. هسه الفرع الاخير كان طالب مني ماكسيموم شير سترين اند مينيموم، وكمان بده الاسوسييتد نورمال. طيب شو بعمل؟ هاي الدائرة عندي كانت بالشكل التالي، بغض النظر كيف كانت السنتر، كان زي هيك. هذا النقطة هي أعلى نقطة، هاي النقطة دي، هاي النقطة اي. هذا الارتفاع هو عبارة عن الار، وهذا الارتفاع عبارة عن سالب ار، ولكن هاي جاما اكس بار و اكس واي على 2، فبالتالي الشير ماكس على 2 تساوي ار، فالجاما اكس واي ماكس تساوي 2 ار. هذا الفرق بالمور سيركل تبع السترين. فبالتالي الماكس هو هون، والمينيمم هو هون. المينيمم بحدث على سالب، حسب الإشارة،
والنورمال ستريس اللي هون هو الافرج. نورمال سترين، نورمال سترين هو 315. ركز على هذا المصطلح، هاي الماكس وهاي هي المينيموم. ليش؟ نرجع نكرر، احنا رسمنا هاي النقطة هي سالب جاما اكس واي على 2 سالب. شو يعني سالب؟ سالب. طيب شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي انه هذا سالب السالب، يعني هاي كلوك وايز، حكينا عنها المرة الماضية، حكينا عنها انه هون بصير كاونتر كلوك وايز وهون بصير عندي كلوك وايز، حكينا عنها بالفيديو النورمال. النورمال هاي. طيب اللي بطل عندي نرسم السكشن، نرسم الاليمنت. الاليمنت كان هيك، بصير عندي مايل بزاوية اكس بار قيمتها 30، راح يميل البار زي هيك. راح احط عندي، احنا اتفقنا انه شيل اكس بار، اكس بار واي بار طلع معنا سالب، طلع معنا سالب يعني هيك. هذا شيل اكس بار واي بار، وهاي عبارة عن ستريس اكس بار سترين قصدي، وهاي عبارة عن سترين واي بار. لو زدنا لهاي 45 درجة عند البرنسبل ستريسز في ثيتا اس، راح ينتج عندي الشكل هذا. الافرج طلع موجب، وال الافرج طلع موجب، والهاز طلع سالب. ما هو طلع سالب الماكسيمم، احنا قلنا الدائرة زي هيك، هون دي هون اي، هون دي هون اي، فبالتالي الدي كلوك وايز وهاي كاونتر كلوك وايز. كان هيك رسمت كل شيء ناسي صراحة، بس هي موجودة بالكتاب. هاي كلوك وايز ومن تحت كاونتر كلوك وايز. وش اللي في أمثلة مرسومة؟ ما في أمثلة مرسومة أتوقع، ما في. طيب زي ما حكينا هي هاي كلوك وايز لأنها هون بس. بس انا محتار بين المينيموم والماكسيموم. اتفقنا انه هون الماكس هون المينيموم، اتوقع العكس، هاي المينيموم هاي الماكس، هاي الماكس، ماكس هون هون المينيموم، لانه احنا بنرسم بالمحور السالب، يعني هاي موجب وهاي سالب، هاي الماكس وهاي المينيمم. طيب هسه اخر شيء بدنا نحكي عنه الاكزامبل التالي. هذا الاكزامبل مهم كثير، وهون محلول غلط طبعا، يعني احنا هون محلول غلط، هو مش محلول غلط يعني فرق قريب. عندنا الاكزامبل التالي بيقول لي وجد لي النورمال سترين للسايد اي بي، بده بس النورمال سترين لهذا، والفرقة الثانية بده يشيل سترين لايه للنقطة اي. طيب اول شيء نورمال سترين، اتفقنا في عندي نورمال سترين على الاكس وفي عندي نورمال سترين على الواي. هو قال لي افريج، مش افريج اني اجمعهم واقسم على اثنين، لا الفكره افريج انه احنا انسى كلمه افريج، ستريس سترين اكس، الضلع اي بي هو على الواي، الضلع اي بي هو على الواي، فبالتالي شو الازاحه تبعته؟ ما في ازاحة تبعته له على الاكس، فهي صفر، هي صفر. لكن سترين واي بحكي والله الضلع واي نقص طوله 2، ضلع واي نقص طوله 2، فبالتالي سترين واي يتغير في الطول على الطول الاصلي، نقص من طوله 2 يعني سالب 2، والطول الاصلي كم؟ 250، يطلع معي سالب 0.008. ايوه
سالب 0.08، هو مخربط او هو ماخذ الطول هذا، تغير في الطول او التغير في الطول المائل اخذ. واضح ليش؟ مش هيك تعريف النورمال سترين. الفرع الثاني دو الشير سترين، هاي الشير سترين، هاي هي جاما اكس واي، هاي هي جاما اكس واي. جاما اكس واي هاي هي، هذا الطول 3 وهذا الطول شيل 2، هاي هون شيل 2 248، فالجاما اكس واي 3 248. لا تاخذ تان انفرس، ما احنا بالراديو. بيطلع معي 0.021، لا 0.012، 0.012. طيب هسه بدي احكي عن موضوع كثير مهم، واللي هو بدي احل هذا السؤال ولكن على الفانكشن يو الديسبليسمنت فيلد. طيب اول شغله بدنا نعرف، لو انا عندي بليت مربعه اللي احتفيات او اي سي بي او سي اي بي، هاي البليت مربعه لها فانكشن يو، ولو فرضنا الازاحه تبعتها كانت بالشكل التالي، يعني كله ثابت ما عدا النقطة B هيك. طيب بقول لك الإزاحة U الفانكشن تبعها هو عبارة عن أربع شغلات كونه 2D، بقول A نوت زائد A1 في X زائد A2 في Y زائد A3 في إكس واي، يعني هاي لهاي، A نوت لهاي، A1 لهاي إكس، A2 لهاي، و A3 لهاي. فانكشن إزاحة من أربع زوايا فإله أربع أحداثيات. طيب هذا الفانكشن تبعي، بس الفانكشن كيف بدي أطلع؟ بدي أطلع الثوابت A1 A2 A3 A نوت A1 A2 A3. طيب كيف تشتغل؟ اقول لك يا تعال جاي النقطة O، الديفورميشن تبعها جاي على O بالضبط، فالديفورميشن على الإكس، احنا بنشتغل اليو على الإكس دائما، نقول الديفورميشن لها صفر، صفر بتساوي A نوت زائد A1 قديش هاي مسافتها؟ صفر زائد A2 قديش مسافتها؟ صفر زائد A3 في XY صفر في صفر، احداثيات XY صفر، فبالتالي بتطلع معي A نوت صفر، بشطبها. طيب باجي بقول النقطة A، نقطة A شو احداثياتها؟ لو فرضنا هاي 3، ولو فرضنا هاي مثلا 1.5، ولو فرضنا هاي الإزاحة على الإكس 3 وعلى الواي طالع لفوق 6، طبعا هاي متر متر ملي متر ملي متر، يعني فرضا من عندي. واجي بقول لك النقطة سي، النقطة ايه قصدي، شو معناها؟ ايه او سي مش راح يفرق، مش مزاحة من مرة على الاكس، فهي صفر تساوي ايه نقط صفر، A1 في X احداثياتها على X هي صفر، احداثياتها على Y هي 3، A2 واحداثياتها هي مو في X صفر فهي صفر، فبتطلع برضو معي ال A2 صفر. طيب نفس الطريقة للنقطة C، نفس الطريقة للنقطة C بحكي الديفورميشن هي على X برضو صفر، احداثياتها على الواي صفار، احداثياتها على الاكس 1.5 فهي A1 في 1.5 برضو A1 بتطلع صفر. هسه نيجي للنقطة B، النقطة B تعمل displacement على الاكس بمقدار 3 ملم،
تساوي كلهم اصفار ما عدا A3. A3 XY. X هي الاحتياط ال X ل B هي 1.5، و Y هي 3. فبتطلع معي A3 تساوي، خلينا نحسبها على الحاسبة، 3 ضرب 10 قوس ألف 3 و1.5 ضرب 3، بتطلع معي 0.00067. فبالتالي الفانكشن يو هو 0.00067 اكس واي. طيب فهسه اعطي معي الاي 3 هالقد، فبالتالي الفانكشن يو هو 0.067 اكس واي. بس بنفس الطريقه بنعملها لفي، نعملها لفي بس عشان ما نخربط سميهم بي نوت، بي 1 بي 2 بي 3. وش الطبع هذا الهبل؟ يلا بنفس الطريقه بس عشان ما نغلبش حالنا. احداثياتها هاي ما لها ديفورميشن، وهاي ما لها ديفورميشن، وهاي ما لها ديفورميشن، فهاي راح تصفر، وهاي راح تصفر، وهاي راح تصفر بنفس الطريقه. هسه بنيجي لمين؟ بنيجي لهاي، بنيجي نحكي الفي احداثياتها لفوق يعني الموجب 6 ملم تساوي نفس الشيء بي 3 احداثياتها على الاكس هي 1.5، احداثياتها على الواي هي 3. فبالتالي بي 3 راح تطلع معي عبارة عن 6 ضرب 10 قوس سالب 3 تساوي اكس ضرب 1.5 ضرب 3، تطلع قيمتها 0.00133. فبالتالي الاقتران في هو 0.00133 اكس واي. فهيك قدرت اطلع displacement field للسؤال هذا اللي انا فرضته من عندي، سؤال مهم جدا. طيب طلعته هسه لو بدي سترين، كل خلاص سترين اكس هو بارشل يو وبارشل واي، اي بارشل اكس. اشتق هذا بالنسبة لاكس بضل 0.00067 واي. هسه واي ايش هي؟ حسب وين بدي، بدي السترين لبي بعوض قيمة واي اللي هي 3 متر ضرب 3 مثلا، بيطلع معي لو عوضت 3 هاي بيطلع معي 0.002. سترين واي هو بارشل في بارشل واي، بيطلع معي 0.00133 اكس. ولو بدي لبي بعوض هاي 1.5، فبتطلع معي 0.002 برضو. طيب لو فرضت انك انت ما بدك تشتغل على المبدا، كيف يعني ما تشتغل على المبدا؟ يعني بدي اشتغل على مبدا انه التغير في الطول على الطول الاصلي، بقول لك تمام على عيني وراسي، تمام على عيني وراسي، بقول السترين على الاكس يلا قديش طوله كامل 1.5 × 6 ملم، يعني كم التغير؟ 6، لا التغير 3 قصدي، تكون 3 على الطول الأصلي، كم الأصلي؟ 1.5 ضرب 10 سالب 3. بس يعني نفس الفكرة، بدل ما أشتق وأغلب حالي، لكن الفانكشن ممكن تكون مطلوبة. طيب أنا بدي على الواي، بقول يلا الواي هاي الواي قديش كان طوله؟ 3. كم صار طوله؟ 3.006، يعني 6 على 3 نفس الشيء 0.002 سترين واي. جاما اكس واي، طيب جاما اكس واي راح تكون عندي بارشل يو وبارشل واي زائد بارشل في على بارشل اكس، وتساوي بارشل يو وبارشل واي اتفقنا انه بتضل عندي بصير 0.067 اكس ضرب 1.5 تطلع 1 زائد بارشل في على بارشل اكس بطل واي 0.0133 واي، واي اللي هي 3 0.004، فالمجموع هو 0.005. هذا هو جاما اكس واي. بس يعني هاي هي الفكرة. طيب هيك طلعت من جاما اكس واي، طلعت نورمال ستريس والى اخره.
فبدي ترانسفورميشن اوف ستريسز، يعني حكى لي مثلا ما عندي اكس اكسس مايل بزاوية 30، خلص هاي الزاوية 30 بشتغل على القوانين سترين اكس بار سترين واي بار جاما اكس بار واي بار معوض الزاوية 30. هاي هي الفكرة يعني اللي انا حكيت عنها جدا مهمة. طيب لو هون لو بدي استعمل بنفس الطريقة، هون راح تغير عندي الفانكشن انه a1 راح تكون صفر و a2 راح تكون صفر، a3 قصدي a3. هسه a2 او راح لو تجربوا تحلوه بايديكو راح يطلع الفانكشن بالنهاية u هي 0.012 y، لا مش انا خليت واحد ثاني راح يطلع معي مو كأنه هاد 250، هذا السؤال راح يطلع بالنهاية الفانكشن يو 0.012 واي، والفانكشن في راح يطلع سالب 0.008 واي. فبالتالي لو انا بدي سترين اكس تشتق بالنسبة لإكس ما عندي إكس فهي صفر، فهي صفر، فبالتالي السترين إكس هو صفر. لو بدي سترين واي، سترين واي هي المشتقة بالنسبة لواي بيظل عندي سالب 0.08، وهذا اللي أنا حكيت عنه هون إنه هذا غلط وطلع مع سالب 0.0793. لو بدي شير إكس واي راح أحكي هي بارشل يو بارشل واي اللي راح تطلع 0.012 زائد بارشل في على بارشل اكس، ما عندي هون اكس فبالتالي زائد صفر صفر بيطلع معي 0.012، ولكن هو على حله طلع 0.0121، هذا خطأ. ليشي خاطئ؟ بس هذا بخصوص السترين. هسه لو بدي اربط الاسترس مع السترين راح اكتب انا علاقات فقط، واللي هي انه في عندي قانون هوك للنورمال ستريس، واللي هو انه نورمال ستريس بيساوي السترين في المودولس اوف الاستيسيتي، المفروض هاي الشيء اساسية. الشير ستريس بيساوي الجي في الجاما، طبعا اذا بدي على الاكس على الواي على الزد مثلا بنفس الطريقة. الجي في علاقة بينه وبين الاي، اي 2 زائد و 2 في 1 زائد ميو، ميو اللي هي ايش؟ بويزون ريشيو، بويزون ريشيو. فانا كل بساطة اذا انا حسبت الستريس ومعي المودلس في الاساسيتي بقدر احسب السترين، بقدر احسب الجي من هاي العلاقة. فممكن يجي مطلوب زي سؤال الشافت اللي حليناه مع بعض، احنا طلعنا كل الستريسز ممكن يطلب سترين، طلب سترين بتكون معي الاي بالمسألة، بقدر احسب الاشي هذا. طيب فعندي الاشي الاخير انه انا لو بدي سترين اكس اربط علاقة بينها وبين الستريسز، راح تكون هي عبارة عن واحد على اي في ستريس اكس ناقص في ستريس واي ناقص في ستريس زد. لو بدي سترين واي راح تكون هي واحد على اي في مكان ستريس اكس حط ستريس واي، ومكان ستريس واي حط ستريس اكس. بس سترين زد يساوي واحد على اي مكان سترين واي ستريس واي حط ستريس زد، واي خليها اكس او خليها واي عشان الترتيب، في ستريس اكس. بس هاي هي السترينز، هاي هي السترينز، العلاقات بين السترينز والدستريسز. الإثبات يعني إثبات من العلاقات مش كثير مهم، إحنا بس نوصل لهون. اعرفوا إنه لو أنا بدي سترين على إكس للسؤال السابق إحنا كان معنا ستريس إكس وكان هذا الأصفار، فهاي العلاقة اللي صفت عندي، هذا بس عشان الـ 3D. وهيك نكون أنهينا المادة المت، وإن شاء الله الجميع بالعلامات العالية، ويعطيكم ألف عافية.